قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما شئت لقيت الله بالتوحيد، توحيد لما نخدته في الكفة بيجاي تاني ما في شيء أدخل منه بيغادي، ما في شكل يجيناك توحد الله تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وشوك دربك، لا تكفيريين لا دواعش لا سرورية لا وهابية لا تابعين لديل ده أكلك يا عصيدة حامضة سوي لك حاجة ذات تتنس ولا مصيبة. والله وشيخ مرق في تايلندا ولا كندا مرق هناك، هاتي خش اليوتيوب اكتب شيخ طابت يجيبوا لك استقبلوه. وانا الشيخ الحمد لله على السلامة من الرحلة العلاجية مشى للكفار يتعالج عندهم من هناك، وانت تمشي تقول لي انا عندي وجع بطن اديك عصيدة حامضة يقول لك هاك دي فيها بركة، انت مجرم وكنت فيها بركة سافرت ليه ما كان تأكل انت، انت ليه تغش في الناس. والله واحد قال لي في اندرمان في المهندسين جاني اربعة صباحا والذي رفع السماء اتصل بي صعيد السلام عليكم والسلام، انا جنب قال لي جنبك افتح الباب معاي مرتي، والله اربعة صباحا قبل الصبح. بعدين مشيت اتجهزت مشيت له فعلا جبت البيت، قال لي والله انا تعبت شديد ولدي ده تعب. في النهاية وديته جهة النيل الابيض، قال وديته هناك لشيخ، قال الشيخ قال ما بيفتح الا الساعة 8 تقول شغال في السوق. قلت له يا زول لو سألت الله بيقول لك الا ديني 8 قاعد انتظروا الشيخ يا يجيبوا المستشفى وده منتظره في المسجد منتظره يا زول ما تركب ركشة تلحق المستشفى انت ذاتك تلقى ابوك الشيخ مرقدين ذاته بده حقنة انت قاعد ليه منتظره انتظره. والله وينو الشيخ؟ والله يا عيان بعد شوية الشيخ يجي شايل لك كيس بتاع حبوب. مالك يا الشيخ؟ والله حاسي شوية. طيب ده ما تقول لهم شد الدكتور تشربه في البزغات بتاعتك يتفتف فيها تف 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 يا زول ده بسوي لك مرض يا اخي. ابقى موحد خلي عقيدتك في الله تمام، جدع الحجبات لا تنادي فقيه لا تنادي شيخ، راحت شيء امشي افتح بلاغ واسال الله ويتعود الله بديك في النهايه. والله